المجد للإسلام، المجد للحضارة، تتوج المكان بالنور والبشارة على مدى الزمان. المجد للحضارة، تتوج المكان بالنور والبشارة على مدى الزمان. محمد رسولنا، دستورنا القرآن. المجد للإسلام، أنشودة المستقبل لراية القرآن. لكل آت أجمل، المجد للإسلام، المجد للإسلام، المجد للإسلام، المجد للإسلام. في ساحة الرجولة نمضي إلى الأمام، فقدوة البطولة خير بني الأنام. في ساحة الرجولة نمضي إلى الأمام، فقدوة البطولة خير بني الأنام. الله أكبر كبري يا أمة الإسلام، ولتحملي شعارنا في الحرب والسلام. ولتحملي شعارنا في الحرب والسلام. ولتحملي شعارنا في الحرب. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا المستمعين في كل مكان، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في الحلقة الثانية من برنامج صناعة المجد. ونحن اليوم على موعد مع ضيف برنامجنا خبير التنمية البشرية الدكتور محمد مصطفى بشارات، وقد حدثنا في الحلقة الماضية عن صناعة الرجال. نغتنم فرصة ذكر صناعة الرجال لننعى رجلا من رجالات التنمية البشرية الذين أتقنوا صناعة المجد لأنفسهم وفي غيرهم. نعزيك ونعزي أنفسنا دكتور محمد بفقدنا لرجل ترك أثرا في نفوس الناس وفي نفوس من استمع إليه ومن تتلمذ على يديه. يعني أولا إنا لله وإنا إليه راجعون. حقيقة نحن نشاطر كل محبي وكل تلامذة وأبناء الدكتور إبراهيم الفقي رحمه الله، يعني عزاؤنا أنه ترك وراءه أثر، يعني نقتدي إن شاء الله بهذا الأثر الطيب واللي براسه خير ننير به الدرب لكل المحبين، لأن الدكتور إبراهيم الفقي ترك الآثار الإيجابية وهو رائد التنمية البشرية. بصراحة هو أول من أدخلها للوطن العربي بهذه القوة وبهذه المتانة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله في الصالحين وأن يحفظه، يعني وأن يجعل كل عمل له في ميزان حسناته، وأن يلحقنا وإياه ويجمعنا وإياه مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم لا ينفع مال ولا بنون، ونحسبه عند الله رجلا يعني طيبا صالحا مؤمنا كان يربط علمه بالشرع الإسلامي ولم يكن يحد عن ذلك. نشهد له بما عرفنا عنه، وإن شاء الله ربنا يعني يحتسبه أو نحتسبه عند الله من المؤمنين إن شاء الله تعالى. اليوم مستمعينا الكرام نحن على موعد مع عنوان آخر من قائمة عناوين طويلة لبرنامج صناعة المجد، وهو اليوم صناعة النساء. يا نصير النساء كما يعني الدكتور نشان فخر هذا طبعا، يعني إذا كانت هذه المرأة التي نناصرها هي أمنا وأختنا وزوجتنا، هي التي من حقها أن تكون نبراسا ومنارا لأمة تهتدي وتتربى. حقيقة يعني المرأة والنساء بشكل عام مصنع للرجال، فلنحسن صناعتهن. هذا برنامج من أهدافه أن نصنع أو أن نشير إلى حسن صناعة المرأة التي تصنع مجدا بأجيال قادمة لكل أمة إن شاء الله تعالى. فالتحديات التي تواجهها الأمة اليوم والتحديات المفروضة على واقع المرأة المسلمة لا يجدر بها أن تحبطنا وتثبطنا وتقعدنا، بل نحن مطالبون بالعمل والاجتهاد بل والجهاد في سبيل التصدي لحرب شرسة ضروس ضد أمتنا بالمرأة، بأداة المرأة. نحن مطالبون بتحويل هذا السلاح إلى أداة لبناء صروح المجد الذي عز علينا كلما ضعفنا ووجدناه وفيرا كثيرا إن بحثنا وأخلصنا الصناعة، صناعة المرأة. أعداء الأمة أدركوا هذا الكلام. يذكر أن الاستعمار الفرنسي لما دخل الجزائر وجد مقاومة شديدة من الشعب الجزائري ووقفوا في حيرة ماذا يفعلون. هداهم تفكيرهم إلى الاستعانة بأحد أساتذة الاجتماع في فرنسا يدعى روجيه مونيه، وطلبوا منه أن يجد لهم حلا وطريقة يتم من خلالها القضاء على المقاومة الجزائرية. غاب الرجل فترة من الزمن متنقلا بين شرائح المجتمع الجزائري، ثم قال لهم المرأة الجزائرية هي السبب الرئيس في المقاومة التي تجدونها، فهي ترضع طفلها من لبنها مع لبنها على حب الإسلام والتضحية من أجله والجهاد في سبيل الله. فإذا أردتم أن تقضوا على هؤلاء الناس فعليكم إفساد هذه الأم، اجعلوها سلاحا حاربوا بها
أبنائها، اجعلوها تفكر في أشياء أخرى، اخلقوا التناقض بينها وبين الرجل. هذا من واقع حياة يعني أرخت ودرست حسب فهم الآخرين لدور المرأة. اليوم أيها الأحبة ندعوكم مرة أخرى إلى ترشيح نساء تذكرونهن لنا في هذه الحلقة، فيهن من صفات المرأة التي نراها صانع المجد في نفسها وفي الآخرين، وكذلك هي مصنوعة على أعين مجد الأمة. إلى أن تتفضلوا بالترشيح أو باللقاء بعض من رشحوا لنا خلال الأيام الماضية، سنلتقيهم الآن على الهواء مباشرة بعد دعوتنا. في ختام الحلقة الماضية كنا قلنا أن ترشحوا لنا أسماء نساء صنعنا المجد أو صنعنا بالمجد. نرحب بالدكتور محمد بشارات مرة أخرى باسم أسرة الإذاعة وباسم جميع المستمعين وباسم كذلك من تابع البرنامج عبر موقعنا على الانترنت أو تابعه على الهواء مباشرة. نذكر ونؤكد على أن كل حلقة ستكون يعني ستحمل على موقع الإذاعة على الانترنت، بإمكانكم أن تتابعه وتستمعوا إليها بعد انتهائها. وأيضا يجب من الضروري جدا أن نرى رأيكم في البرنامج ومتابعتكم له من خلال صفحة الإنترنت، وكذلك الباب مفتوح للتعليق والمتابعة والمداخلة عن طريق صفحة الإنترنت، صفحة الفيسبوك على الإنترنت، وأيضا على الهاتف 0923311010. وبإمكانكم بكل الوسائل ومن خلال كل النوافذ أن تدخلوا إلى قلب هذا البرنامج، فقلوبنا مفتوحة وقلب الدكتور محمد بشارات ربان هذه السفينة الذي سننطلق معه في صناعة المجد، صناعة المرأة في هذه الحلقة. عن أي نوع من النساء سنتحدث دكتور محمد؟ يعني بداية أحييك أبا محمد، يعني أستاذ أسامة الله يرضى عليك ويحفظك. المرأة اليوم اللي تحدث عنها، المرأة نصف المجتمع اليوم. نحن نتحدث عن المرأة التي تربي النصف الآخر. هذه المرأة ليست من تشبثت بالفن والضياع والهلاك، إنما المرأة التي نعنيها هي مربية الأجيال وصانعة الرجال وأم الأبطال. أعني هنا من جعلت أم سفيان الثوري قدوتها، وقال وكيع، قالت أم سفيان الثوري لسفيان: يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، فأصبح أمير المؤمنين في الحديث. ووراء الشافعي أمه التي علمته العلم، وكانت أيضا تغزل وكانت تنفق عليه حتى أصبح عالما يقتدى به. أتحدث عن أم محمد الفاتح، محمد الفاتح الذي فتح القسطنطينية، تركيا اليوم، وإسلامبول اليوم أو إسطنبول كما يطلق عليها، التي علمت أن من يفتحها قائدها قائد وجندها خير الجند، فكانت تقول لطفلها وصغير: كن محمد الفاتح. أتحدث عن أم الشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرمين، التي كانت تقول له: كن قارئ الحرمين وأنت قارئ الحرمين. من صنعت هؤلاء الرجال، أتحدث عن صناعة هذه المرأة. المرأة أيضا أتحدث عن أسماء مع ولدها عبد الله، كانت تربيه على الشجاعة وتخرجه إلى الخارج المدينة وهو ابن 6 سنوات في الليل لتعلمه الشجاعة، فكان وهو ابن 8 سنين يخرج مع أبيه في الحروب، يمسك بلجام الخيل وأبوه يقاتل بسيفين، فلما كبر قاتله أيضا بسيفين. وعلى فكرة لم يعرف في تاريخ الإسلام سوى رجلان فقط الذين قاتلوا بالسيف، أو 3، خالد بن الوليد وعبد بسيفين. نعم. خالد بن الوليد وعبد الله بن الزبير والزبير بن العوام رضي الله عنهم جميعا ورحمهم الله كصحابة. هذا الذي سنتحدث عنها، وهذا ما دعاني لقول الشاعر: مشى الطاووس يوما باختيال فقلد شكل مشيته بنوه، فقال: على ما تختالون؟ قالوا: بدأت به ونحن مقلدوه. أما تدري أبانا كل فرع يحاكي في الخطى من أدبوه، فقوم سيرك المعوج واعدل، فإن إن عدلت معدلوه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوهم. اليوم ليس المجال فقط الحصر عن صفات المرأة وصناعة المرأة، ما بتتحدث عن أمهات والصحابيات اللواتي علمنا ويعلمنا التاريخ، ما تتحدث عن عائشة معلمة الرجال أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. سأتحدث اليوم عن المرأة التي نريد، هذه المرأة التي هي المدرسة التي إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم هي الروض التي إذا حقيقة عهدناه بالري أورقت أيما إراقي. اليوم سنتحدث عن هذه المرأة التي نريدها أن تكون في الصدارة، التي هي تصنع الرجال، فكما قلت لك مرة أخرى لا عجب أن أقول أنها هي نصف المجتمع وهي التي تربي النصف الآخر، فإن قلت هي المجتمع كله. هي المجتمع بالتأكيد.
طيب دعنا نستمع إلى نموذج من هذه المرأة وما مدى ما ينطبق عليها من المعايير التي تفضلت بها وهذا النوع من النساء الذي تحدثت عنه. تعال بنا نستمع إلى الأخت أم براء منصور. سلام عليكم يا أخت أم براء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك عبر أثير إذاعة القرآن الكريم وببرنامج صناعة المجد في حلقة بعنوان صناعة النساء، وأنت من الصانعات، النساء الصانعات والمصنوعات، المصنوعات بحكم ظروفك، صنعت نفسك، صنعت أولادك، يعني نفتخر بامرأة مثلك، لكن نفتخر لأنني أعلم بعض المعلومات عن الصورة التي أنت تتحلين بها. تعالي بنا نستمع منك ليستمع المستمعون عن أي نموذج نتحدث. أختنا أم براء منصور، أنت تزوجت في يعني ضمن ظرف خاص، من وهبه الله سبحانه وتعالى القتل في سبيله فمات شهيدا ونحسبه عند الله شهيد سبحانه وتعالى، وكان أصم. يعني أنت اقتحمت مجالا ربما يكون في بيت فيه الأب أصم، ولكن يعني خوفك على الأبناء أو ربما يأتي الأبناء مثله. حدثينا عن هذه التجربة أول شيء. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أنا أم فادة منصور، تزوجت من عون محمد محمود منصور طبعا قبل ما استشهد قضى في سجون الاحتلال 14 سنة كاملين. الأربع سنين أول 10 لحاله، بعد الأربع سنين كنت أنا معه. نعم. الله رزقني سبحانه وتعالى في 7 أطفال، منهم 4 ما بيحكوا. بس زوجي لما طلع يعني من السجن طلع برضو مريض، يعني قبل ما استشهد برضو كان من السجن مريض. فأنا حملت العبء، يعني صرت بالبيت كني مرأة ورجل بدي أدي حقوق أولادي يعني كأب وكأم. وربنا سبحانه وتعالى رزقني بتاني ولد من أولادي برضو استشهد، اسمه شادي منصور. وضل عندي ثلاثة أولاد صم، لما شفتهم يعني هيك حملت يعني عبء كبير. كيف بدي أربيهم، كيف بدي أحكي معهم، كيف بدي أتفهم معهم. لكن ربنا سبحانه وتعالى فتح علي وتعلمت، اتعلمت للصم كيف اتعامل معهم، صرت خبيرة فيهم في اشاراتهم، كيف ادبرهم. والحمد لله رب العالمين، الله سبحانه وتعالى ساعدني اني اخلي الثلاثة الصم اللي عندي اولاد ما في فرق بينهم بين اللي بيحكوا ابدا. طبعا تساعد معي مؤسسات مثل الهلال، مثل الشيخ خليفة، مثل الامين بشارات، الله يساعدهم ويجزيهم الخير. فاولادي الحمد لله رب العالمين، في ولد منهم جاب الميدالية الذهبية من المانيا لفلسطين كلها. والولد الثاني مع الحزام تقريبا الأزرق، والولد الثاني حزام بني، يعني الحمد لله أمين بشارات كثير دار باله عليهم. وهو شقيق ضيفنا أخوك دكتور محمد. صحيح. نعم. أنا ما بعرف مين ضيفنا الدكتور محمد بشارات، أخو أمين. يعني أنا الله يجزيهم الخير، كثير وقفوا معي هم، وطبعا الهلال الاحمر. انت مش عارف انه ضيفنا اخو اللي بتحكي عنه؟ لا والله ما بعرف. طيب هذه شهاده معناته خاليه من المجامله. يعني ما بعرفش يعني مين يعني. نعم. اللي بحكي معي. نعم الله يبارك فيك. بس يعني انا طبعا لازم اشكر اللي تساعدوا معي، الهلال الاحمر احتضن اولاد درسهم اكاديميا. الشيخ خليفي اخذ 2 من اولادي دربهم مهن، يعني عند ال 17 16 بتدرب فيهم مهن اللي هي البرادي هو كل الشكر يقدم لكل من قدم مساعدة بالتأكيد، ويقدر جهودهم، تقدر جهودهم وتقدر يعني كل ما قاموا به يقدر هذا، وحقيقة يستحقون الشكر مهما كانوا، سواء سميتهم أو لم تسميهم بعد. ولكن يعني الضوء نريده على هذه الأم وهذه الزوجة التي كانت زوجة أصم، زوجة شهيد وأم شهيد، وحملت العبء كما يحمله الرجال ربما أعظم مما يحمله الرجال، وأنشأت أطفالا أبطالا، منهم بطل على مستوى العالم، خاض بطولة كاراتيه. كان أصم هذا أصم الحمد لله بالتعاون أنا وأمين والهلال الأحمر. خلقنا لغة خاصة بين أمين وبينه، فدرب تدريب يعني كتير منيح، وبدرب كمان صم هلأ يعني،
والحمد لله خاض البطولة، سافر وخاض البطولة وفاز الحمد لله، وهيو بعد في التانيين يعني متبني التانيين اثنين اللي هو علاء ومحمد. بس أنا أقول لك أنا في 27 سنة اللي مضوا مضبوط أنا تعبت كتير كتير، وكنت أشتغل أمرار شغلتين في اليوم يعني أشتغل عشان أدير بالي أولادي وهيك. بس أنا لما شفتهم صمصار المجتمع يعني كثير عذبني في هذا الموقف، اللي يعني يستغرب إنهم كيف صموا واللي هذا يعني واجهت كثير من الناس. بس أنا حطيت هدف ورسالة قدامي إني زي ما درت بالي على أبوهم لما مرض وبرضه عمل حادث قبل ما استشهد كمان عمل حادث وانشلت إجره، إني حطيت هدف لازم هذول يكونوا مش عبء على المجتمع، يكونوا نافعين للمجتمع. فأنا الحمد لله رب العالمين يعني كان يسموني بزنبرة قد ما يعني أضل أروح هون وهون وأشتغل ودرت بالي عليهم وعلمتهم تعليم مضبوط وأدب وأخلاق وأكاديميا كمان تعلموا. وحتى اللي بيحكوش برضو علمتهم وصلوا الجامعات الحمد لله رب العالمين. الحقيقة لما يحط الواحد هدف قدامه ورسالة يعني بيقدر ينسق. المرأة الفلسطينية مرأة قوية جدا إذا بدها يعني تكون، فهي مرأة قوية جدا. أنا كنت بالليل يعني أتعب وأتذكر وهذا، والناس كليتهم كانوا يعني يحبطوني كثير، بس الحمد لله رب العالمين في ناس برضو ناس خير وقفوا معاي ويعني وصلت لدرجة أولادي هلا بفتخر فيهم وأنا ماشي يعني ما بحسش إنهم صم. يعني اخترعت لهم شغلات كثيرة، مثلا لما يجي على البيت واحد يرن ما يسمعوا اخترعنا لهم الضوء كيف يضوء، اخترعنا لهم كيف إنه يكون مثلا بأوضة تانية إنه المسجات نرن عليه يجي الأصم. فأي أم يعني موجود إلها ولد معاق أو ولد ما تستحي منه وما ترد على الناس اللي بيحبطوها يقعدوا يقولوا لها أنت خلفتي مثلا. يعني أنا جيت في عندي قصة إنه في البنت كانت في عندها إعاقة صغيرة اللي هي بتحط سماعة برضو الرابعة، فالناس لما جيت بدي أجوزها صاروا يلوموني إنه ليش تزوجيها بجوز يجي أصم كذا، صاروا يحبطوني حتى في بنتي. بس ما رديت عليهم الحمد لله رب العالمين وخدت المعركة مع الناس، يعني في ناس كثير أذوني بهذا الموضوع. بس أنا بتمنى من كل الناس إنهم ينظروا لكل معاق ولكل واحد يعني عنده إعاقة إنه إنسان، يعني بيقدروا يخلقوه يصير إنسان، ما يرموه للشارع، ما يتركوه عالي على الناس إنه خلص هذا. يعني أنا واجهتني قصة من فترة إنه في واحد أصم عمره 33 سنة، بدنا يعني حاولنا إن نجوز يعني، فلقيت أمه وأبوه رافضين تماما يعني بتهمش يتجوز. هاللي زي هذا شو بيعملوا ليش يعني صاروا يحبطوا فينا؟ لا احنا انا بقول لهم انه المعاق زيه زي اي واحد سوي، وانه عنده عقل، عقله مش معاق، بتقدر تخلق منه باذن الله يعني بقدرة الله يكون انسان اللي يفيد المجتمع ما يضر المجتمع. ما يستحوا الاهالي وخبوا اولادهم وصروا يقولوا هذا اصم ومي، لا انا بالعكس بتفاخر في اولادي اكثر حتى من اللي بيحكوا. زوجتي حدا من اولادك؟ زوجت واحد عنده 3 اطفال، طلعت واحد يعني بس بنت طلعت صمه، اما 2 بيحكوا ما شاء الله اولاده، والثاني ان شاء الله الله يقدرني بس هيك واخطب الثاني واجوزه ان شاء الله تعالى. ربنا يعطيك القوه والعافيه، صنعتي المجد في نفسك وصنعت المجد في اولادك، والان ربنا يعطيك القوه تصنع المجد في احفادك يا ام فادي او ام براء. انا خربشت يعني هلا مش عارف قلت ام فادي. انا ابني الكبير فادي، بس براء اللي فاز بالبطوله. نعم ام ولا براء؟ ام فادي يا ام براء. طيب وبارك الله فيك يا ام فادي، الله يجزيك الخير ويعطيك لا يرضيك ان شاء الله تعالى، ويؤجرك خيرا بجنه عرضها السماوات والارض فيما صنعتي. بارك الله فيك يا الله يوفقك ويخليك. وانا بس معلش يعني بدي اشكر عن جد من كل قلبي الهلال الاحمر والشيخ خليفه وامين بشارات، بشكرهم من كل قلبي، هذول وقفوا معي وقفات لو وصلت لهذا. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا. نعم. شكرا، بارك الله فيك. طيب الان دكتور يعني انت على اطلاع اذا او على معرفه من خلال تجربه اخيك امين بشادي، يعني بدي ردة فعل أو بالأحرى انطباع عن تأثير هذه الأم المصنوعة على عين المجد في ابنها الأصم الذي خاض بطولة عالم، يعني شيء مش سهل. صحيح. شوف بصراحة يعني حتى أكون منصفا، وراء كل عظيم يقولون وراء كل رجل امرأة، صحيح كل رجل عظيم امرأة. دعني أقول التصحيح التالي، وراء كل رجل عظيم امرأة أعظم منه. لأن هذه المرأة التي ضحت وقدمت وتفانت وأعطت هي التي جعلت هذا الرجل بهذا النجاح. لولا تفانيها ودعمها سواء كانت أم
أو زوجة أو حتى شقيقة أو أخت. هذه الأم إنفادي منصورة، وأنا كما أسميها دائما أقولها أنا إمبراء، حقيقة لها كل الاحترام، لأنها سطرت لنفسها مجدا دون مساعدة الآخرين، اقتحمت كل المعوقات والمعيقات في المجتمع والمثبطات السلبية، وأراد أن تصنع هذا المجد. تخيل هذه زوجة الشهيد التي عانت الأمرين في موضوع زوجة الشهيد، وتعرف اليوم المجتمع كيف يتعامل مع هذا الموضوع، وهي أم لأطفال صم وليس لهم لديهم معيل في هذه القصة، وأم لشهيد وفي المقابل متفائلة بالحياة، تدعو الناس أن يكونوا مميزين، وتدعو النساء أن يكن صانعات لأنفسهن أولا ثم ليكن ضمن سلسلة صناعة المجد. هذا الذي نريده لهذه الأمة، امرأة تتحدى هذا الواقع الأليم وتحول دائما المحنة إلى منحة، تحول دائما الألم إلى أمل. هذا الذي نريده، هذه المرأة التي سطرت هذا المجد. لما أقول لك عن براء منصور من الطلاب اللي كانوا لفتوا انتباه أمين لما كان يدربهم كاراتيه، وكنت أنا يعني أشارك معهم في بعض التدريبات، يعني حقيقة كان يقلد أمين تقليد غير عادي، وأمين لمح أن هذا الطفل وهذا البطل اليوم الذي بطل فلسطين هو أول فلسطيني كلاعب كاراتيه يحصل على ميدالية مسجلة دوليا في لعبة الكاراتيه. احنا الكاراتيه اليوم يسجل لها أكثر من بطولات عالمية، لكن بطولة دولية معتمدة رسميا طالب براء منصور هو أول من حصل عليها، هو وزميله أيضا الأصم اللي هو أنس شرقاوي أيضا، لأنه احنا خدنا من فلسطين طالبين اثنين صم، كان براء منصور وأنس شرقاوي، واللي اشتغل عليهم أمين بصراحة بجهد متفاني بتعاون مع الهلال، وتحديدا أم فادي، لأن أم فادي كانت مترجمة مساعدة لأمين على فكرة، لأنه حولنا إحنا لغة الكاراتيه الرياضية إلى لغة إشارة. نعم. وهذه قصة إبداع لوحدها. نعم. يعني لعله يعني في مواضيع الإبداع نتحدث عنها. لما يخرج ويحقق هذا الإنجاز هو أصلا هذه العظمة تعود إلى الأم، لأنه الأم اللي بتقف وتجيبه على التمرين وتتبنى، صحيح إحنا هذا واجب علينا، إحنا منتفخرش، هذا واجب علينا ككل كناس بنعمل في أي مجال بتقدم أنت في خدمة أو أنت بتقدم في مساهمة في مجتمعك أن تصنع. اللي زي ما قلت لك هذه المرأة التي نريد، المرأة التي تصنع مجدا لنفسها ومجدا لأمتها، هذه المرأة التي نريد والتي نبحث عنها، كما كان سؤالنا من المرأة التي نبحث عنها، هي أم براء وأم فادي منصور، وأظنها ولا أزكي الله أحد، هي جزء وهي امرأة من النساء التي نفتخر بهن ونرفع القبعات تحية لهن على اعتبار أنها هي امرأة صنعت نفسها وامرأة تصنع المجد ضمن هذه الأمة التي نريد أن ننهض من هذا الواقع الموجود معنا. نسأل الله أن يكثر من أمثالهن ومن أمثال النساء الصناعات لمجد في أنفسهن وفي غيرهن ومصنوعات على عين المجد. معنا الأخت أم ممدوح الحموي. السلام عليكم يا أم ممدوح. وعليكم السلام ورحمة الله. يعني بعد ما شاب ودوع الكتاب هيك المثل بقول، وهذا عنوان ل يعني موضوع تميز الأخت ممدوح بأنها بعد يعني خلفت كم ولد يا ممدوح؟ خمسة أولاد. نعم. بدك تروح على الكتاب، قدمت توجيهي، أطلب العلم من المهدي إلى اللحد، وأنت مما بين المهدي إلى اللحد بعد عمر طويل خطي تجربة التعلم. درست توجيهي. نعم. قد كان في تميز، بعد ذلك دخلت الجامعة، وتحدثي أنت، يعني مش معقول أن أتحدث أنا. حدثينا عن تجربتك أخت ممدوح. نعم، بداية بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أود أن أوجه شكري إلى إذاعتكم الكريمة على استضافتكم لي بداية ولجميع العاملين فيها، وأخص بالشكر شخصك الكريم أخي وسامة على هذا البرنامج وعلى هذه المقدمة الطيبة، وقد أخذتم تواضعنا. وأوجه تحيتي إلى ضيفكم الكريم دكتور محمد. نعم، بداية أنا تزوجت بسن 18 لم أكن قد حصلت على شهادة الثانوية العامة. وقد من الله علي بخمسة أولاد الحمد لله. بعدها تمنيت أن تكون لدي هذه الشهادة. نعم. شهادة التوجيهي، وقد شجعني زوجي على ذلك. لم تكن فكرتي لوحدي بل كانت فكرة زوجي أيضا، فهو الداعم لي. نعم. أخذت بالتوجيهي معدل الحمد لله رب العالمين 90، ثم التحقت بجامعة النجاح الوطنية وأخذت شهادة البكالوريوس في اللغة العربية، ثم الآن أنا في برنامج الدراسات العليا وبرنامج شهادة الماجستير في اللغة العربية أيضا.
وتفوقت أيضا في البكالوريوس في الجامعة. نعم ما شاء الله عنك. كل هذا طبعا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وعندك من الأولاد خمسة وبيت مفتوح بكل ما يحتاجه البيت من عناية. بالتأكيد يعني كأني أريد أن أنقل يعني تخوف الآخرين من أن يكون اجتهادك وتسعيناتك وتفوقك في الجامعة ودخولك إلى الماجستير يعني مؤثر أو أثر على أولادك، بالتالي يعني كان في نقص باتجاههم، هذا ممكن ما يتخوف منه الآخرون. هل أثر هذا الأمر على أولادك بمعنى آخر؟ الحمد لله لم يكن هنالك هذا التأثير السلبي، بل هناك تأثير إيجابي إن شاء الله. هناك عندي في بيتي توازن ونظام، بحيث أن لكل فرد من أفراد العائلة دور يقوم به في البيت، سواء بدراستهم من قبل أولادي أو مثلا زوجي أيضا بارك الله فيه، قلت لك أنه داعم لي بكل معنى الكلمة. أولادي دورهم أن يدرسوا، دورهم في البيت أيضا كل واحد منهم ينظف غرفته. الحمد لله رب العالمين. إن كان هناك نقص ربما فترة الامتحانات ربما هنالك نقص في مادة أو وجبة الغداء. وهنا أريد أن أشيد في بدور والدتي بارك الله فيها، كانت ترسل لي وجبة الغداء في وقت الامتحانات بارك الله فيها، والله يخلي لنا إياها. نعم، ذلك أولى من أن أقول مطاعم كثيرة. الأم موجودة وأطال الله عمرها، يعني إذن أنت مصنوعة على المجد من قبل والدتك، من قبل أهلك، من قبل زوجك. الحمد لله. أيضا صنعتي مجدا في أولادك أم ممدوح. هذا أمر يعني يشرفنا أن نلتقي نموذجا مثل هذا النموذج الموجود أو الذي تصورينه من خلال أولا ربما اعترافك بصناعة الآخرين لك أو دور الآخرين في صناعتك، وأنت دورك في صناعة نفسك أيضا ظاهر مشكورة عليه أو بالأحرى تحمد عليه، وأجرك عند الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر فيما لم تقصري رغم صعوبة التجربة. لم تقصري في أولادك، لم تقصري في بيتك. لو سمحت لي بكلمة، أنه لابد لا يظن ظان أن الأمر بهذه السهولة. لابد من مكابدة النفس، مجاهدتها والصبر على ذلك. هنالك دعم من زوجي، صبر من أولادي، أيضا مساندة من أهلي وإخوتي بارك الله فيهم. الأمر ليس بهذه السهولة. قلت أنا أخذت التوجيه وأخذت شهادة البكالوريوس وأنا على طريق الماجستير، أيضا أعمل في جامعة النجاح، أدرس في جامعة النجاح. كل ذلك لا يأتي بهذه السهولة. من طلب العلا سهر الليالي، ومن أراد الوصول إلى القمة لابد أن يصعد الجبال. الجبال ليست ممهدة، وإنما جبال فيها صخور فيها وعور. فالأمر ليس بهذه السهولة. أريد أن أوجه هذه الكلمة إلى كل امرأة تشعر أنها بحاجة إلى أن تتعلم. لا تقف عند حد معين. ليس السن عائق، وليست أي ظروف تحكم من يريد أن يتعلم وأن يدرس. بارك الله فيك يا أخت ممدوح. الله يخليك. جبال وعرة صعبة الصعود، ولكن في قمتها المجد لمن أراد هذا المجد، ولمن يتحلى أو يعني يجب أن يتحلى به. بارك الله فيك يا أم ممدوح، وبارك الله في والدتك، وبارك الله في زوجك أبو ممدوح، وبارك الله في أولادك. يعني نموذج طيب إن شاء الله تعالى. الدكتور محمد، يعني أنا أحييها تحية يعني بصراحة، أسأل الله أن يحفظها وأن يتقبلها إن شاء الله ويرضى عنها. يعني هي حكت في ناقات أنا هيك سلخصتهم سريعا يعني. نعم. حتى قبل ما نأخذ اتصالنا. نعم. توازن ونظام بمعنى تقسيم الأدوار. نعم. رائعة. الزوجة تحمل العبء، تكافل وتكاتف. لا يمكن أن يكون نجاح
قلت لك وراء رجل عظيم امرأة أعظم منه، فهي امرأة عظيمة حفظها الله. وأيضا ويعذر بعضنا بعضا، أنا قد أخطئ معك، ويعذر بعضنا بعضا. هذه المرأة الحوارية الرائعة اللي ممكن تتقبل إخفاقات يعني زوجها، وزوجها يتقبل إخفاقاتها، ويعذر بعضنا بعضا. ومرة أخرى وراء هذه العظمة وهذه الصناعة كانت أمها يا صديقي. نعم. يعني صحيح الزوج الله يعطي العافية، لكن كانت هناك امرأة أخرى لابد أن نتذكرها، هي الوالدة، فنوجه لها التحية. ولولا أن زوجها بمثل هذه الأخلاق يعني، أو بالأحرى لأن زوجها بمثل هذه الأخلاق، بالتأكيد كانت وراءه امرأة بأخلاق طيبة عظيمة، لذلك لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرة. نعم. أنا أؤكد يعني حقيقة هي الوعرة الجبال صحيح، لكن المجد في العلي إن شاء الله لمن يريد أن يصل. نعم. ونأسف ونعتذر لمن أخرناه على الهاتف. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا، مين معنا؟ كيف حال محمد؟ الله يسلمك خليك. يعطيك العافية سيدي. الله يكرمك، مين معنا؟ سلام للدكتور محمد. حياك الله. أنا مجد. أهلا وسهلا أبو أحمد. يعني نحن في صناعة المجد نرحب بمجد. أجرك الله. أهلين أخ أبو أحمد، تفضل. حبيبي، أولا يعني شكرا لكم على البرنامج، حتى اسمه رائع، اسمه هيك مستفز. مستفز لأنه اسمك مجد. يعني حافز، حافز إنه الواحد يتقدم إن شاء الله. الله يكرمك، الله يرضى عنك يا رب، بارك فيك. يعني بداية البرنامج لما بديته كنت تحكوا عن نماذج رائعة جدا سابقة. نعم. فخيل للبعض إنه يعني وكأنه الموضوع مثاليات. ولكن عندما بدأتم بعرض بعض النماذج الحية. نعم. حقيقة أشرقت النفس يعني. الله يكرمك. وأقول يعني بس قبل ما أنسى، بالنسبة للأخت اللي تكلمت الله يجزيها الخير ويرضى عنها ويبارك فيها وربنا يطرح البركة في علمها وفي دينها وفي أولادها. أتذكر عندكم في نابلس في الأخت حنان العطعوت عمرها 65 سنة. نعم. زوجة الدكتور المرحوم عبد الرؤوف. هاي الأخت يعني بعد ما توفى زوجها بدأت بالدراسة وهي يعني كبيرة السن، الآن تدرس تربية إسلامية في جامعة القدس المفتوحة عمرها 65 سنة. كل الاحترام لها ما شاء الله، أنها متقدمة جدا. الآن بقول يعني إحنا فيما يتعلق بصناعة المجد، يعني على مستوى شعبنا الفلسطيني الآن المحاضر الصامد اللي قدم آلاف مؤلفة من الشهداء والأسرى، كل هؤلاء يعني النماذج الرائعة من البطولات يعني في فلسطين، كان خلفهم نساء وأمهات صالحات ومجاهدات ومؤمنات وصابرات. ويعني نسأل الله تعالى أن نكون على هذا الدرب. أتذكر من هؤلاء المجاهدة أم نضال فرحات من رفح، التي قدمت أبنائها شهداء وهي الآن نائبة في المجلس التشريعي ولها حضور كبير جدا على المستوى الغزي في نضالاتها وفي جهودها وفي الهمة التي تبثها في النساء وفي الرجال أيضا. أتذكر عنكم في نابلس من المجاهدات والصابرات أم صلاح دروزي. وأم بكر سعيد زوجة الشيخ سعيد بلال رحمة الله عليه، التي قدمت الأسرى والأبطال والمجاهدين المعروفين على مستوى نابلس والوطن. ومثل هؤلاء يعني يمكن أن نتحدث عن آلاف النماذج الرائعة جدا فهذه فلسطين ولادة ولله الحمد. الحمد لله. وهي يعني يعني أرض مقدسة، بارك الله في نسائها وفي رجالها وفي أرضها وفي كل شيء فيها. الله يبارك. فعلى بركة الله وربنا يرضى عنكم إن شاء الله رب العالمين. الله يجزيك الخير. حياك الله. شكرا لك. بارك الله فيك. رشحت لنا عدد من الأسماء، حقيقة من الأسماء التي لواتي يستحقنا أو من حقهن أن يكون في مقدمة المجد وفي هذه الأسماء التي حقيقة لمعت في عالم المجد. صحيح، يعني نفتخر بهن جميعا يعني بصراحة في أسمائهن. نعم. وفي سيرتهن. في سيرت. نعم. وليس إهمالا منا أننا أخذنا نماذج. نعم. وإنما يعني كثيرة ولادات كما قال. صحيح. أخونا أبو أحمد. نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أبو أحمد؟ أهلا أهلا أبو أحمد. أبو أحمد وراء أبو أحمد، تفضل يا شيخ دين. نعم نعم. والله صحيح يعني الجملة بنكررها لكم كثيرا. نعم. لا نجد الكلمات اللي بتعبر عن شعورنا في هذه البرامج الرائعة. الله يبارك فيك يا أبو أحمد. الله يكرمك. والله يجزيك الخير، وطبعا خاصة وكلكم عامة، وضيفك الكريم وأستاذنا الكريم أبو أسامة. الله يكرمك يا رب، رضا عنك. الله يحسن ختانه وختامه. لكن صحيح أنا أبدأ أرشح لك أسماء. نعم. لأن على أقل من ذلك كنت عارف أنه بس ماشي شيء. لا أستغفر الله، أنت خير وبركة. بدي أعطيك بيتين من الشعر. نعم. مواصفات. تفضل. مش أسماء ولا أسماء معينة. نعم.
يقول الشاعر: ألا في سبيل الله ما تضمنت بطول الثرى واستودع البلد الكفر بدور إذا الدنيا أدلجت دجت بهم وإن أمحلت فأيديهم القطر. فيا شامتا بالموت لا تشمتن بهم، حياتهم فخر وموتهم ذكر، حياتهم كانت لأعدائهم عمى وللمفتخرين بهم فخر. بارك الله فيك يا أبو أحمد. كانوا في ظهر الأرض فاخضر عودها، وصاروا ببطن الأرض فاستوحش الظهر. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، يجزيك كل خير. وفيما قلت ربما نجد بعض المواصفات التي يمكن أن تكون فعلا يعني بدل الترشيح لصانعين مجد. نأخذ اتصال آخر. أخي محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام، يعطيك العافية أستاذ أسامة. أهلا وسهلا فيك. سلمنا على الدكتور محمد بشارات. الله يخليك. الله يبارك فيك يا أستاذ. أول شيء بدي أحكي كلمة، بعرف جوز أنا كلامي غلط. المجد هو أنا رأيي يزرع ولا يصنع، ولا يصنع، لأن الصناعة ممكن تروح تيجي كذا. نعم. ولكن الزرع، المجد أنا بعتبر زراعة. زراعة متينة بالأرض بتضل شروشها وبتضل فروعها قائمة، حتى لو قطعنا هذه الفروع بتضل الجذر الرئيسي والشتل الرئيسي بالأرض. فأنا بقول للدكتور محمد، ما أعرف يجوز أنا كلامي خطأ، هل المجد يفضل أن يصنع ولا يزرع؟ لأنه أنا لما بزرع المجد والأمور العظيمة في الولد أو بقلب الولد وفي كل معاني الولد اللي عندي أو البنت، لابد إلا تضل تعطي فروع كثيرة كثيرة إلى الأبد. ودائما منقول لا شك أنه وراء كل رجل عظيم مرأة، والمرأة هي صانعة الرجال. بالفعل هي تصنع الرجال، في هناك رجال عظماء جدا، وهناك مديرات ومعلمات وموظفات وأمهات، حتى لو لم يكن متعلمات لا شك انك انت تنحري. بارك الله فيك يا استاذ ابو اسعد، الله يعطيك العافيه وسلم على الدكتور محمد. الله يطول عليك. وصل. ناخذ اتصال اخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخوكم راي العماوي من فلسطين، اقيم في امريكا واسمع للبرنامج الشيق تاعك. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم على جهودكم ممتازة، وجعل الله في ميزان حسناتكم إن شاء الله. الله يكرمك يا أخوي. يعني تعليق قصير جدا، وتعقب على كلام أخويا المجد الله يجزيه الخير، سبقني بالكلام على أمنا الفاضلة السيدة مريم محمد يوسف فرحات. نعم. أم نضال كانت يمكن أكثر واحدة عالقة في ذهني، صانعة رجال بارك الله فيها، قدمت من الشهداء 3 من أبنائها في سبيل الله سبحانه وتعالى. مدام تمسكنا بالقرآن الكريم وتمسكنا في الصلاة وربينا أطفالنا على حب الله سبحانه وتعالى وحب القرآن وحب الإسلام وحب وطننا وأرضنا، والفرج يعني قادم بإذن الله تعالى، وستشرق الشمس على أرضنا فلسطين. نعم. وكما قالوا قبل قليل، فلسطين ولادة، أرضنا ولادة، أمتنا ولادة. ولادة الحمد نعم لله. بإذن الله ولادة تعالى ولادة. فلو لو استعرضنا يعني استعرضنا الأسماء كل بإذن الله تعالى. نعم. بتقدم أمانا، والله بتقدم أمانا، من مجاهدات بإذن الله تعالى وصابرات. نعم. ومانحات ما شاء الله، الله يصبرهن ويجزيهن الخير ويعلم ميزان حسناتهن، ونحتسبهن عند الله سبحانه وتعالى من أهل الفردوس بإذن الله تعالى، ويجمعهن بأبنائنا الشهداء بإذن الله تعالى في الفردوس الأعلى والقرعين. أمين. الأخ لؤي عماوي من أمريكا، بارك الله فيك، شكرا لك وجزاك الخير إن شاء الله. شكرا جزيلا يا خالد. الله يبارك فيك. وأرضنا ولادة، أمتنا ولادة، يعني إن كان هناك تعليقات سريعة على ما سمعنا من مداخلات. يعني بدي أحكي سريعا على نعم. موضوع أخونا أبو أحمد الأول، صحيح نحن نفتخر في تاريخنا العظيم. نعم. لكن حقيقة لدينا نماذج حية معطاءة على الأرض نفتخر بها، يعني مع ذكر الأسماء وحفظها، هذه الأسماء الرائعة الراقية ما زالت في عقولنا حاضرة وفي أذهاننا موجودة، وأعمالها إلى الآن يعني نبراس حق ومشعل نور الإنسان يعني يراه أيضا. أخونا أبو أحمد، يعني أسأل الله أن يحفظه مرة أخرى في
أشعاره صحيح، لكن بالنسبة لأبو أسعد صديقي وعزيزي وأستاذي الله يكرمك ورضا عنك يحفظك ربي، هدفه صناعة المجد، لأن استقيناها واقتبسناها من قول الله تعالى ولتصنع على عيني، لأن الصناعة اللي قصدنا فيها هي التربية وهي الإعداد وهي العمل الجاد المتفاني لبناء هذه الأمة، والأمة لا يمكن أن تصنع إلا برجال ونساء وأبناء وعقول نيرة وثقافة واعية مدركة تماما أين تريد أن تذهب. هذه مسألة حساسة جدا، وذكر هو أسماء رائعة وراقية، ولكن يعني بدي أستسمحك عذرا يعني في أقل من نصف دقيقة في قصة الأمهات، يعني في موضوع صناعة الأم، يعني أنا أذكر موقف رحم الله والدتي ورضي الله عنها وأرضاها، اسمها نجاح وأنا أفتخر باسمها، يعني اسم نجاح. والدتي توفت من 19 سنة في مرض السرطان، والدتي أمية على كل حال، لم تكن تقرأ وتكتب، لكن أذكر موقف لا يمكن أن أنساه. امرأة كانت في مرض السرطان، حولها 8 أبناء وأطفال، أصغرهم كان عمره 1.5 سنة بمعنى في حضنها. كانت تقول كلمة عظيمة ولا زلت أتذكرها إلى الآن: أولادي حبايبي، أنا لما بموت مش ضايل لي، أنا ما عندي علم ما عندي مال، بس عندي أنتو. ما كنت أفهم في تلك الفترة وتلك اللحظة من 19 عام شو قصدها مظبوط، ما كنت فاهم، لكن بصراحة لما جاء الأيام ودرسنا علمت أن ينقطع عمل الآدم إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به وولد صالح يدعو له. حسيت أني لابد أكون صالح، مش لنفسي أولا، أسأل الله العفو والعافية ولإخواني جميعا، لكن الصلاح هو يرتد لهذه الأم الرائعة والرائدة. أمهاتنا بحاجة منا أن نتعب عليهن دائما صناعة الأم، الأم التي تصنع الرجال. وأنا ما زلت أقول أن الأم هي التي تصنع، وقلت في مقدمتي هي نصف المجتمع، وإن شئت قل هي المجتمع كله، لأنها إن كانت هي نصف المجتمع فيها تربي النصف الآخر. هذه مسألة لابد أن كنت أني أذكرها، وعذروني تماما، لكني يعني أذكرها وأسأل الله أن يتغمدها في رحمته يا الله. ربما يعني يفترض أنه إحنا كمذيع أنه أنا أكون حيادي في هذا الاتجاه، ولكن أنت فتحت لي بابا من يعني بودي لو أفتحه. وأنا أيضا أقول كل التحية والمحب لوالدتي أطال الله عمرها. أمين. صنعت فينا مجدا، صنعت في نفسها مجدا، والله كل احترام لها. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله لوالدتك ووالدك يا صديقي، أنا الله أسأل الله أن يحفظهم جميعا. أمين يا رب العالمين. طبعا هو يعني سبحان الله، يعني الوالدة بالتأكيد هي عنوان، عندما نقول والدة يشمل بها الوالد بالتأكيد. لعل هذا برنامجنا أبو محمد هو برنامج كما قلت، برنامج أن يعطى الناس حقهم. نعم. يعني هذا برنامج أن نرفع التحية وأن نقدم التحية لهؤلاء العظماء على الأرض، منهم من هم الأحياء ومنهم من قضى نحبه. نعم. ومنهم يعني ما زال ينتظر، أسأل الله أن يحفظهم جميعا. آمين يا رب. يعني إحنا أمام نماذج، قال أخونا أبو أحمد الدكتور مجد، قال يعني كأننا تكلمنا عن مثاليات، وإذا بنا أمام نماذج حية حقيقية تصنع المجد على أعين من يستمع الآن. ما هي معايير صناعة المرأة لنفسها أو صناعتنا لها، صناعة المرأة، صناعة النساء، معايير هذه الصناعة العظيمة أو الزراعة كما أراد الدكتور الأستاذ أبو أسعد؟ يعني نريد من هذه المرأة أن تزرع في نفسها المعايير التالية، وهذه معايير هامة جدا أرجو المستمعين يعني أن يركزوا عليها. أولا نريد في هذه المرأة أن تكون مبادرة، أن تكون لديها المبادرة في العمل والنشاط، أن تكون فاعلة في مجتمعها، صاحبة مبادرات. هنا أستذكر فقط زينب، هذه زينب زوجة هارون الرشيد، زينب فعلت فعلا لم يفعله أحد من قبلها. هذه المرأة لما كانت في حجها ورأت الناس يعطشون، طلبت من كل المهندسين ومن كل العاملين وجمعتهم في مجمع لها، قالت: اصنعوا لحجاج بيت الله الحرام ماء باردا. وأنا بتحدث عن أمر من مئات السنوات، لم يكن لها ثلاجات ولا كانت مضخات ولا كانت أبار ارتوازية. عمل كل المهندسين عملا عظيما أن صنعوا وقاسوا كل الأبيار التي كانت من طريق بغداد إلى مكة المكرمة، ولما رصدوها جمعوها. العظيم في ذلك كيف جعلوا الماء منطلقه من بغداد إلى مكة كله بارد، هذه صنعت هؤلاء العظماء الرجال، لكن هي المرأة التي بادرت. هذه زينب زوجة هارون الرشيد، طبعا صنعوا قنوات فخارية كانت الماء تمر فيها باردة، ورصدوا كل عيون الماء والآبار، وكانت تتتالى الماء. إلى الآن أنت لما بتسافر على العمرة على خير يا أبو محمد إن شاء الله والسامعين، بقول لك آبار زينب،
هذه امرأة صنعت مجدا عظيما ورائعا. هذه المبادرة التي أريد، نريد مبادرات عظيمة، نريد مبادرات كماشطة بنت فرعون، نريد مبادرات للأمهات والناس الرائعات أن تكون لها مبادرة عظيمة نحترمها ونقدرها. إذا نريد المرأة المبادرة، نريد المرأة الواثقة بنفسها. وحقيقة أعطيت المرأة ثقة أكثر من الرجال. على فكرة في كل الدراسات النفسية تتحدث المرأة في الأزمات هي أكثر ثقة من الرجل في مواجهة الغير. ونتذكر أمنا أم المؤمنين عائشة كيف كانت تعلم الرجال. نابلس كانت فيها العالمات أكثر، انظر في التاريخ واذكر ما قال ابن بطوطة عن نابلس في كثر النساء العالمات في هذا المكان. هذا مقام يتحدث عن ثقي بنفسك، فقيهات صحيح وعالمات تعلم الرجال. يأتيها الرجال من كل حدب وصوب من بلاد العالم الإسلامي ليتعلموا في نابلس. نابلس العظيمة صاحبة إذاعة القرآن، نابلس يا نابلس أيضا فيها أهل القرآن. هذه مسألة مفخرة. أيتها النساء لابد أن تكوني واثقة بنفسك. الثقة بالنفس بالإعداد والتدريب والعمل والمجابهة والتحدي والإصرار. أيضا نريد من المرأة أن ترسم الأهداف. لا يمكن أن أكون يعني عندي ثقة بالنفس دون أن يكون لدي رسما للأهداف. وهي أختصرها في ثلاث معايير. أي هدف، أرجو المستمعين أن يركزوا، أي هدف بدك تحققه لابد أن يكون بثلاث أمور. ولا يمكن أن يتحقق الهدف اللي بيكون فيه أمنيات وبيكون فيه أحلام. الأحلام لابد أن نحققها، الخيالات والتمنيات لابد أن نسعى لتحقيقها. أول حاجة أن يكون أهدافنا واضحة. واضحا يعني بعرف شو بدي بالهدف، عارف تماما أنا إيش بدي. مش بدي أقول بدي أنجح، هذه معيار خطأ. احنا دائما في كل الشركات وكل التدريب الاداري وكل الناس يسمعونا، لا تضعوا اهدافا فضفاضه غير حالمه غير واقعيه او غير منطقيه او غير واضحه او مبهمه او مبهمه او يعني فيها غيوم. لابد ان يكون الهدف واضح تماما، بمعنى واضح لك وبدقه. معيار رقم 2 صحيح، معيار رقم 2 ان يكون هدف واقعي. ولما اقول واقعي اذن يتناسب مع قدراتي وامكانياتي. كلا في موقعه، كلا في موقعها. كنت في ربة بيت، كنت في العمل، في الوظيفة، في الإدارة، في أي مكان، لابد أن يكون هدفك واقعي يتناسب مع قدراتك وإمكانياتك، يتناسب مع خبرتك ويتناسب مع إرادتك، يتناسب معك حتى تستطيع أن تحققيه. ورقم 3 وهو مهم جدا، أن يكون محدد بزمن. تحديدنا للزمن نقول لأنه لابد أن يكون قابل للقياس. إذا قلت بدي أحقق هدف في نابلس لصناعة مثلا محل تجاري لبيع الملابس الفلانية خلال عام كذا، لابد أن يحدد الزمن. ليه؟ لأني آتي ومباشرة لأقيس هل حققت هذا الهدف ولا لا. هذه الثلاث أهداف إذا تدخلنا إلى شيء اسمه التخطيط. لذلك دائما نقول من لا يخطط إما أن يكون خطط للفشل أو أن يكون ضمن خطط الآخرين. تحديدك للأهداف بمعنى عليك أن تضعي خطة واضحة المعالم. وأرجوكم ما تضع خططكم في أذهانكم ومخكم. الخطط بدها تكون على الورق، ولعلها تكون بداية خربشات. وإحنا دائما للتخطيط نقول ما في خسائر، أنا بخطط على الورق مش خسران. لكن لما بخطط ووضع الورق أنا أستطيع أن أصنع الأهداف وأن أصوغها. رقم 4 وهذا شيء مهم أبا محمد، هو التواصل مع الآخرين. لا يمكن أن تكوني صانعة لنفسك أو امرأة مصنوعة وتكون صانعة لهذا المجد إلا أن تكون لديها تواصل واتصال مع الآخرين، أن تتقبل الآخرين بآرائهم بأفكارهم، أن تكون أكثر جرأة وحوارية، أن تكون أكثر تقبل للناس بمناطقهم وكيف تتعامل معهم. وهون بتذكر بقولها ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا خطاب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك فنان اللسان صانع الإخوان. اختيار الكلمات وأثر هذه الكلمات الإيجابية في التواصل مع الآخرين يكسبك محبتهم ثقتهم ودعمهم والوقوف معك. لا تأتي بالأمور بفظ وبغلظة لا يتقبلوها، وخصوصا مع زوجك. المرأة التي تتحدى زوجها والتي كما يقالون يعني تناكد وتنكد على زوجها، والمرأة التي تهين نجاح زوجها، هي مرأة في هذا المعيار سقطت من صناعة. المرأة التي تمدح نجاح زوجها وتعتبره في مقام الأول هو الأول والآخر لها، تستطيع تماما أن تكسب قلبه وأن تأخذه في يدها لتصل هي وهي لصناعة هذا المجد الذي نريد. هذه المرأة تتواصل مع الآخرين، فن الاتصال والحوار والتواصل الأسري والعائلي. ما يمكن أكون أنا أمام الناس لسان رطب وجميل ولطيف وفنان وما شاء الله عني وفي البيت يعني شيطان والعياذ بالله. ما يمكن أن يكون أمام الناس بختار الكلمات اللطيفة الرقيقة وفي البيت يعني شتام لعان فاحش متفحش بذيء. ما يمكن لا يمكن أتصور. هذه القدوة اللي بدها تقودني أنك تكوني قدوة.
هذه القدوة هي التواصل مع الآخرين وأن تكون عندك مصداقية. الإدارة تتمكن من صناعة قدوة، تتمكن من صناعة النجد في غيرها. صحيح ولا حتى الناس تنظر إليها. اليوم إحنا يشار لنا بالمدانة أبو محمد، أنت اليوم في مكان إذا ما كنت على هون المسؤولية الداخلية أمامك، هون المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى أن تكون قدوة، بمعنى بدك تلتزم بكل المعايير والضوابط وتستعتذر إلى الله وتستغفر الله ودائما تراقب نفسك وتحاسب نفسك. مش حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. هذه مسألة بد أن تكون معيار لي، وهذا المعيار الخامس اللي أنا بوصل له، إدارة الأولويات. إذا استطاعت المرأة أن تدير أولوياتها، المرأة متزوجة أولى أولوياتها لابد أن تدركها. قد يكون أولى أولوياتها ابنها المريض أو زوجها أو بيتها، لابد أن تدرك ما هي الأولويات. لكن لا يمكن أن يكون عندها بيت وتذهب بأولوياتها للزيارات للثرثرات للقيل والقال، وأخوف ما أخاف عليكم القيل والقال وكثرة السؤال. لابد أن تدرك هذه المرأة في أولوياتها، أن تصل لهذه الأولويات وأن تتعامل مع الموضوع بمهنية واضحة وأن تحدد أولوياتها. وأرجوك أيتها المرأة، ليس أولوياتك أولادك، إنما أولوياتك نفسك صحتك، حتى تستطيع أن تصنع أولادها. خطأ الأمهات الفاضلات، أرجوكم يا حنونات يا أمياتنا يا خواتنا، خطأ كنا لا تجعل الأولوية لأولادك. رقم واحد أنت جسمك نفسك حتى تديرها صح. توضيح كيف تكون أولويتها نفسها حتى لا تنظر إلى المرأة الآن مباشرة. لا صحيح. وتكون أولوياتها أوقات تضيع. صحيح. الأولويات بمعنى نفسك، أن تكوني مع الله سبحانه وتعالى، أن تملئ قلبك حب الله سبحانه وتعالى وحب رسوله، هذه أولى أولوياتك. لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، يوم القيامة ويوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، ما بزبط. ورأينا في نابلس، معلش اسمح لي، أبو زبطش. حتى نركز تماما، لا يمكن أن يستوي. إذن أولوياتها مع الله سبحانه وتعالى، بنفسها، بعبادتها، بدينها، بتوجهها، بحجابها، بزينتها، بتعاملها مع كل نفسها، بصحتها، بخيار كلها هي، بشخصيتها، بثقتها، بتعاملها هي، بإدراكها، بفهمها، بثقافتها، بتعاملها مع الناس، كله هي أولا. ثم تأتي ثانيا لمن إن كان أب وأم، طبعا أكيد طاعة الوالدين وهي قرنت بطاعة الله سبحانه وتعالى، ثم طاعة الزوج التي بتكون أولى أولويات إذا كانت متزوجة، فتضع أولوياتها حتى تستطيع أن تكون مرأة صانعة. نعم. وهون هاي تكون إدارتها في قوتها. فإن صلح اهتمامها بنفسها صلح ما بعد ذلك. أحسنت، بارك الله فيك. نأخذ هذا الاتصال الأخير حتى لا نطيل زيادة عليه. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا، مين معنا؟ معك كيفك أستاذ أسامة؟ معك سما ملحيز. أهلا وسهلا يا سما. تحياتي كمان للدكتور محمد بسرات. يعطيك العافية يا دكتور. الله يحفظك يا سما. أول شيء أنا بحييكم مع هيك مبادرة حلوة، وهالحلقة تحديدا. أنا سمعت الحلقة الماضية كانت عن صناعة الرجال. نعم. والمرة هاي كانت عن صناعة النساء، فهي مبادرة كتير حلوة منكم. بارك الله فيك. كنت كمان بدي أحكي عن نقطة سبقني فيها الأستاذ محمد، كنت بدي أقول له إنه خير فعلا ينوه للنساء إنه تبدأ تبلش بنفسها، تفكر بنفسها أكثر. لأنه عندنا الامرأة والأنثى والأم والأخت وكلهم هم بفكروا دايما في غيرهم، عندهم يعني العطاء زائد عن الحاجة، خلينا نحكي، ما فبنسوا أنفسهم دايما. وكمان شغلة أنا بدي أوجه تحية كتير كبيرة لست سحر والدتي الحبيبة، وهي كانت من السيدات اللي صنعت نفسها وصنعتنا بفضل رب العالمين، يعني بالتأكيد الحمد لله. ونحن نوجه لها تحية أيضا عبر الأثير. شكرا لك يا أستاذ أسامة. وهي فعلا كانت من السيدات المميزات والناجحات في المجتمع، واللي أثبتوا نفسهم وأثبتوا جدارتهم. وتحياتنا لكم، يعطيكم ألف عافية. يعني هذا ديدا كل ماجدة. صحيح. تصنع المجد في أولادها، لابد أن يكون فيهم القدرة على صناعة المجد، وهذا هو السر في أن تكون امرأة عظيمة. صحيح. يعني ربما لا تكون امرأة عظيمة وراء كل رجل، وإنما هي قد تكون وراء كل أمة. صحيح، وهذا أنا أدركه تماما. لذلك أنه لا يمكن أن يصنع المجد إلا بماجدات. نعم. وإلا برجال يعني يكونوا مع هؤلاء النساء حتى يكون في تكامل وتكافل، حتى يكون في توافق بينهن، وحتى يكون في صناعة حقيقية. لأنه كما قلت، نحن بحاجة من المرأة أن تنظر إلى نفسها الآن، هذه المرأة اليوم اللي لها مكانة. أنا لما بقرأ، يعني معلش تسامحوني أيتها الأمهات الفاضلات والنساء العزيزات والمرأة كمرأة في كل مكان تسمعنا فيه، أنا ما بحب أن يأتي رجل يحاضرني عن امرأة
ولا بحب أن أقرأ مؤلفات عن المرأة للرجال. أنا اللي بحبه شخصيا أن أقرأ مؤلفات فقهية تحديدا أو مؤلفات دفاعية عن المرأة، أن يبادر للدفاع عن النساء أنفسهن، أن تكون النساء هي من تدافع وهي من توافق. النساء اليوم في فلسطين يعني أبدعن وتميزن بصراحة، وهذه مفخرة نعتز بها. النساء فلسطين اليوم بمؤسسات بجمعيات بعمل تطوعي بعمل خيري بعمل جهادي بعمل كل الأعمال، كانت لهن قصص نجاح رائعة ورائدة. قد نكون مقصرين في ذكر أسمائهن، لكن عند الله لا يضيع الأجر بإذن الله. لكن كمان بدنا من الذين ضيعوا بعض الأهداف وسهوا عن الطريق وبعدوا عن جادة الطريق، ارجعوا ارجعوا، ما زال نريد منكم أن تكونوا معنا، ما زال هذا الركب يريد أن يكون معه من تصنع نفسها على هذا سلم المجد. لن نصعد كلنا المجد ونترككم، لا، ستكون هذه السفينة تحملكم جميعا. هذا المكان اللي موجود لكم في صناعة المجد لابد أن ترجعنا لتكون في المبادرة وفي الريادة وفي القيادة، لأن هون المطلوب منكم وكلا في موقعها في حسب قدراتها، المرأة المتعلمة في علمها والمرأة الحافظة في قرآنها والمرأة اللطيفة في تعاملها والمرأة الطباخة في مهنتها وفي فنها، المرأة الرسامة في رسمها، المرأة الإعلامية في إعلامها، كل واحدة تحمل هذه المسؤولية سنصنع مجدا جميعا. لأنه لا يمكن، إحنا لما ذكرنا الرجال لا يمكن أن نذكر الرجال دون النساء، ولما نذكر النساء لا يمكن أن نذكر النساء دون الرجال. لذلك كانت حواء هبة الله لآدم وهديته له، كانت حواء معه في ألمه، وقفت معه في الجنة وكانت معه في أنسته وفي حبه وترحاله، وكانت معه في الدنيا أيضا في وضعه وصعوبته، وكانت واقفة معه سند بسند. نعم، بماذا تميز حواء المرأة صنعة المجد عن رجل أيضا لا يخلو من قوته على صناعة المجد؟ يعني تتميز حواء دائما أن تكون، لابد أن يكون لديها أول شيء أهداف سامية، علاقات رائعة، تتميز بصبرها وحنكتها، تعرف مقامها. أنا هون بدي أذكر إشارة سريعة، الله سبحانه وتعالى في سورة الروم يقول: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل خلق الله. أبا محمد، كل اليوم الكتابات اللي بتتحدث عنه لابد أن ترجعوا للمرأة لمكانتها، ابتعدوا عن تحرير المرأة وإحلالها، لقد دمرتوها. هذا كلام ليس كلام المسلمين ولا كلام العلماء والمنظرين، إنما كلام من بدأ بكلمة التحرير هم الغرب. قالوا أخطأنا، فشلنا، ليس هذا صحيحا. المرأة مرأة، المرأة في بيتها، المرأة في مكانها، المرأة العظيمة في قدرتها، ليست المرأة التي يبتذلونها ويجعلوها سلعة تباع وتشترى، يضع سيارة في جانبها امرأة أو عفوا حذاء في جانبها، هذا ليس مقام امرأة. الإسلام عظمها وجعلها مكان عظيمة راقية. يا نساء المسلمين تذكرنا هذا الكلام، لا يعني يخيلكم ما يتروه من 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 كذب ومن خداع، لديكن مكانا أعظم وأسمى، ولا بد أن تعرفوا ما هو المكان، مقاما لم يترك لكن. على العكس، أمك لك، الجنة تحت أقدامك وتأخذي كل شيء، يعني هذا مقام وضعه الإسلام لك، هذا مقام وضعه الإسلام وعززه لك كامرأة عظيمة. لابد أن تأخذي مكانك وأن تبدأي لتنافحي عن هذا المقام وعن هذا المكان لتعودي لصناعة المجد وأن تكوني مع الكل، لأنه لا يمكن أن يكون رجال ما لم تكن أمهات ماجدات، أمهات تصنع هؤلاء الرجال. عودي لتأخذي دورك، هذا هو المهم، أن تأخذ دورها في هذا المجتمع. شكرا لمن شاركنا على الفيسبوك بالتحديد لحن الفرح، وردة متفتحة، براء بني عودة. براء، لا أدري إن كان بإمكانك أن تعطيه رقم هاتف أكاديمية الأقصى، كان يستطيع أن يدخل على جوجل ويكتب الأسماء ويجد العناوين. نعم إن شاء الله تعالى. شكرا لمن شارك، و يعني نجوم هذه الحلقة من النساء كثيرات، وغيرهن ممن لم يذكر أيضا كثرهم هن صانعات المجد في هذه الأمة. وشكرا لك حادي الركب الدكتور محمد بشارات، في موعدنا الأسبوعي معك يتكرر إن شاء الله في يوم الثلاثاء القادم مع صناعة المبدعين والإبداع. نعم صحيح، صناعة الإبداع. نعم، نحن على موعد في الحلقة القادمة مع موضوع شيق أيضا، صناعة الإبداع، إلى أن نلتقي معكم. لك كل الشكر يا دكتور محمد باسمي وباسم من يستمع إليك واستفاد منك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يرضى عليك، أسأل الله يتقبلنا جميعا. بساحة الرجولة إلى الأمام، فقدوة البطولة خير بني الأنام. الله أكبر، كبري يا أمة الإسلام، ولتحملي شعارنا في الحرب والسلام، ولتحملي شعارنا في الحرب والسلام، ولتحملي شعارنا في الحرب والسلام.